يوصل مهرجان البحرين السنوي للتراث تقديم فعالياته وانشطته التراثيه في سوق البراحه بمنطقه ديار المحرق وذلك وسط اقبال كبير من المواطنين والمقيمين والسياح. ويقام المهرجان هذا العام في نسخته التاسعه والعشرين بتنظيم من هيئه البحرين للثقافه والاثار تحت عنوان العادات الرمضانيه ويسلط المهرجان الضوء على العادات والتقاليد البحرينيه والموروث الشعبي الاصيل عبر استنهاض ذكريات الماضي. حيث يتميز بالفعاليات والانشطه التراثيه التي تضفي رونقا خاصا على المكان مع وجود عدد كبير من الحرفيين والباعه الشعبيين والفرق الفنيه